بكاء اللاعب الشهير أو الأسطورة ليونيل ميسي أثناء المؤتمر الصحفي الخاص برحيله عن برشلونة ربما هي اللحظة الأصعب على محبيه، فكثيرون منهم بلا شك لم يستطيعوا منع دموعهم من الانهمار حزنا على تاريخ وضعت نقطة نهايته بعد مفاوضات باءت بالفشل بين الطرفين. يبدو أن بكاء ميسي ورحيله أيضا عن برشلونة أثر أيضا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي لم يخفي حبه ومشاعره حول رحيل اللاعب الشهير، فخلال مؤتمر صحفي مع الرياضيين الفنزويليين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 عبر مادورو عن حزنه على رحيل ميسي وقال إنه بكى معه عندما رآه يبكي منتقدا فريق برشلونة ومعتبرا أن ما فعله اللاعب أو أن ما فعله الفريق جريمة بحق لاعب نبيل على حد وصفه قائلا إنهم طردوا ميسي لأنه من أمر محزن. ميسي qué feo lo que le hicieron a Messi, vale. Yo lloré con él. Cuando lo vi llorando lloré. Porque es un muchacho bueno, auténtico, una gran gloria deportiva del mundo, Lionel Messi. Y lo que le hicieron esa gente directivos del club Barcelona a la mayor gloria que ha tenido el Fútbol Club Barcelona no tiene nombre. Le dieron una patada a Messi cuando es un muchacho noble y lo único que quería era terminar su carrera en el Fútbol Club Barcelona.